بسم الله، ازاي استخدم الفيزيو في بعض الحاجات الخاصة بإدارة المشاريع، وليكن مثلا organization chart. اجي افتح الفيزيو فاختار organization chart، بيقول عايز بالشكل دوت ولا بالشكل دوت ولا فاضي خالص وانت تبدأ ترسم. طيب لو اخترنا الشكل ده عشان بس نشوفه وقلت له create، هيعمل لي حاجة بالشكل ديت. طيب خلينا نمسح خالص ونبدأ نعمله من جديد، مجرد بس نحشم الشكل. طيب اول حاجة انت تحتاج ايه؟ المانجر هوت على سبيل المثال. ممكن تشوف بقى بعد كده مثلا ايه الوظائف اللي ممكن تحطها تحتيه، كل الحاجات دي تقدر تعدلها، مجرد انت تحط فوق الوظيفة يبدأ يحطهم. طيب انا عايز حد يكون مساعد ليا، تمام، فحطه على جنب، يعني ده مثلا سكرتير واصلة بين المدير وبين الناس المساعدين. اقدر اجي هنا اغير الاسم زي ما انا عايز، واقدر اغير الصورة، يعني اقدر اجي هنا اعلم على الصورة ديت واقول له ده صورة فلان، تمام، وليكن مثلا دي صورة باتمان، ماشي، على سبيل المثال يعني، تمام. طيب بعد كده، طيب لو انا عندي ناس كتيرة وعايز اغير الصور بتاعتهم، المفروض ان انا عندي ملف واسامي الناس ديت هي نفس الاسامي اللي موجودة هنا، فبقول له مالتيبل بيكتشر وادخل كمية كبيرة من الصور، هو بيطبق كل صورة مع الاسم، يبقى لازم يبقى مكتوب نفس الاسم، تمام. طب انا دلوقتي ما عنديش حاجه بالنظام دوت، فاختار الفولدر ده واقول له اوكي، بيجيب لي رساله بيقول لي ان لازم يكون كل ملف بالصوره بتاعته، تمام، يعني لو مكتوبه بالاسم ده يبقى لازم تبقى مكتوب الاسم دوت عشان يبدا يتعرف عليه، تمام. ولو انا عندي قاعده معلومات فبقول له امبورت وابدا ادخل قاعده المعلومات، يعني عندي ملف اكسل في فلان تحت فلان تحت فلان، فالداتابيز ديت بقدر اعملها من هنا. ولو انت ظبطت دي خالص بعد كده تقول له اكسبورت، تروح مصدر قاعدة البيانات دي مثلا جدول اكسل في كل المعلومات دي، فتقدر تشتغل بيها بعد كده، تمام. طيب ممكن برضو تضيف تيم فريم، لو في فريق عمل مثلا الاتنين دول فريق عمل واحد، فتعملهم في تيم فريم بالشكل دوت، وتقول ده مثلا ده فريق الاشباح مثلا او اي حاجة، تمام. تقدر تضيف تايتل، تقدر مثلا تضيف اكتر من وظيفة في نفس الوقت بالشكل دوت، يعني مثلا الراجل ده تحتيه في 3 موظفين مثلا هم دول اللي بيشيلوا الشغل، تمام، فهل دول هيبقوا في فريق الاشباح ولا لا؟ تقدر تحطهم في فريق الاشباح زي ما انت عايز، تمام. وتقدر تستعين باي شكل من الاشكال ديت، اورجانيزيشن شارت تقدر اي شكل منهم تستعين بيه، تقدر بالشكل دوت او بالشكل دوت، تمام. وممكن تيجي هنا في الديزاين تقدر تختار الوان زي ما انت عايز بالشكل دوت، حاجة مثلا